تحضيرات الأسر والعائلات التونسية للاحتفال برأس السنة الميلادية كما نعرفوا عادتنا وتقاليدنا كتوانسة، يقول لك الدجاج والجاتو. على هذاك اليوم احنا موجودين في المارشي سنترال في تونس، مقصد اي مواطن تونسي باش يشري الدجاج والا اي حاجه باش يحتفل بها ليله السنه الميلاديه. معنا عم ابراهيم النفزاوي تو هو يعطينا صفه تو باش يحدثنا على التحضيرات، الكميات هل هي متوفره على ذمه المواطن التونسي اللي ناوي يحتفل براس السنه الميلاديه. بالنسبة لتحضيرات السنة، بالنسبة لرأس السنة معاش رأس عام، راهو كان تو عندنا 5 ولا 6 سنين انتهت المأمورية، ما عادش تو الأمور عندنا يامات عادية. السابق راهو نقعدوا بالشهر من 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 بلا 20 يوم بالشهر نقعدوا، وفي الجمعة الأخيرة نباتوا هنا حتى في المرش نباتوا نحضروا في السلاع ونحضروا في الدنيا، تو ما عادش يعني استوت الأمور استوت. أما بالنسبة لرأس السنة نقول لك، قلت لك عيد الكبير واللي يخدم اكثر من راس السنه، عيد الاضحى تاعنا واللي يخدم راس السنه. علاش ما عادش تخدموا في راس السنه الميلاديه؟ الاسباب اقتصاديه، المواطن ما عندوش، المواطن فارغ، الطاقه الشرائيه تهرت، والغلاء انا كيف شيء غالي، شيء غالي على المواطن. الدجاج ب 8000 ولا 7000، 7000 حتى 8000، ياسر اسكالوب 15 دينار، الاسعار هذه راه عاديه، راه ما فيها حتى شك ولا اختلاف، تطور الاسعار بتطور الوقت كما مش كما عام 90 ولا كما تو. والحاجه الثانيه بانك تعرفوا المشكله العويصه جدا هي غلاء العلاف وتكلفه، ولت التكلفه ولت غاليه برشا. واخيرا المجمع المهني المشترك هذا اللي كنت ننقد فيه انا برشا وانقدت برشا، اللي هو في سبات عميق، وهو والوزاره النائمه في سبات عميق، المره هذه تحرك شويه. انا خرج التكلفه نتاع العظم وخرج التكلفه نتاع الدجاج. التكلفه نتاع العظم تاع الفلاح تتكلف له 185 مليم 285 صافي عفوا، العظمه الواحده واحده تكلف 285 تكلفه، هذه التكلفه، هذه التكلفه اللي خرجها تو المجمع، هذه التكلفه صحيح. سامحني كما يقولوا او يتندرون على مواقع التواصل الاجتماعي، يا اخي دجاجه تبيض في الكلينيك. لا لا لا، هذيك هي سيدي، هذيك هي، اذا كان كنت انا كنت ننقد فيهم، كنت وبعد ما عرفت اكتشفت الحقائق وشفت العلفه غاليه، راهو نجيبوا 90% من المواد الاوليه، العلفه دي نجيبوا فيها من برا ما عندناش. وتعرف شنو اللي صاير؟ وراهي تقول لك حرب اوكرانيا ما اثرتش، اثرت برشا، اثرت برشا علينا واثرت برشا على الانتاج بالنسبه للعظم والدجاج. والدجاج تو يتكلف التكلفه نتاعها واحده بالفلاح يتكلف ب 4560، 4560 كيلوغرام، اي كيلوغرام نحسبوا بالكيلو ما نحسبوش بالدجاجه. وبالنسبه للبطوار كي نقولوا بطوار شيخهم عند الفلاح والترونسبور نتاعه وكل زياده المازوت وزياده الواحد اللي ما تاثرش، يتاثر على كل شيء باش توصل للمذبح، باش يخرجها المذبح ب 7950، 7950 زيد هو هامش ربح نتاعه، قداش باش يكلفها؟ باش زيدها حاجه قليله باش هامش ربح، وباش تخرج للتاجر التفصيل باش زيد هو هامش ربح نتاعه، توصل المواطن 9500، 9000 هذه راهي 9500 راهي مقبوله. قلت لي غلاء الاسعار ما ردوا غلاء سوم العلف اللي ماناش ننتجوا فيه معناها في بلادنا، نستوردوا فيه بصفه كليه من الخارج. سؤالي علاش ما ننتجوش احنا العلف؟ هذه مش ما نعرفش انا، مش مسؤولاتي باش نحكي فيها، هذه تحكي فيها الوزاره النائمه، هي اللي تحكيها الوزاره النائمه، ما نسميهاش انا فلاح، ما عندناش وزاره فلاح، ما عندناش وزاره فلاح، ما عندناش، عندنا وزاره نائمه ما عندها شيء، ما يحكوا شيء، وتنقدهم ليل ونهار وعشيه وصباح وليل ويوم الاحد ويوم الجمعه ويوم اللي تحب انت، وما يرجعوا عليكم يكلموا، ما يرجعوا لكش، بعثنا لهم عده مراسلات باش ايش نحكي وايش نقعدوا في الطاوله. واذا كان توا راهو اذا كان توا ما يدخلوش ويحلوا هالمنظومه هذه، يحلوا لها البرامج نتاعها ويشوفوا راهي المنظومه هذه باش تضمحل. نعطيك العظم، كانوا ما يقارب عندنا 600 فلاح، تو اقل من 120 فلاح تو موجودين كلهم اضمحلوا فلسوا. هل في السنوات الماضيه كنا ننجو احنا كدوله تونسيه ننجو العلفه نتاع الدجاج؟ لا ما كننجوش، نصنعوا العلفه، اما المواد الاوليه جايه من برا، المواد الاوليه رخيصه راهي كانت قبل، تو غلت، تو السوجه والقطانية هذوما كل حاجه غالي، وزيد الغلاء معاهم، شنو الغلاء اللي زاد غلى الاشياء هذه؟ هو الترونسبور، الترونسبور هذايا
راهو نزاد تقريبا 50%، راهو نزاد ترونسبور، راهو عنده تأثير كبير، عنده تأثير كبير. أنت كي قلت لك العظم 285 التكلفة، راهي صحيحة، راه مش غالطة، مش غلطة. 285 وزيد هو هامش ربح 15 مليم، وزيد تاجر الجملة 15 مليم، وزيد تاجر التفصيل 15 مليم، يلزمها توصل فوق من 400 كيلو. طلع صابون المواطن نظيف. اللي غالب هذاك الموجود، هذاك الموجود، هذاك هو الموجود. أنا البارح نشوف فيه، هم نشوف فيه من انتقاء نقطة مساحة كبرى، مساحات كبرى. يا خويا مساحات كبرى، البارح نشوف في السكالوب 17500، وفي الأسواق البلدية ب 15000. ونشوف العظم امبالي وصلت 9 طن، شو اسمه كسبت وقسمت على الكعبه تتكلم ب 477، يعني ب 1900 حاره العظم اذا كانت الامبالي هذاك. وحنا هنا نبيعوا فيها تو ب 1400، ونبيعوا فيها ب 1360 اسوام. والمشكله وين؟ راه حتى في الاسوام هذه راه مش مربوطه عرض وطلب، عرض وطلب. هما تو بالنسبه للبطوارات وبالنسبه للواحد، اذا كان تو احنا معنا اتفاقيه تو حتى من هنا لاخر ديسمبر هذه، ما تفوتش 8490 دجاج، ما يفوتش ليسكالوب 15950. بعد في جام في ما نعرفش لكل حد حديد كيفاش يقولوا. هذا اللي صاير تو بالنسبه لتو. اما بالنسبه قلت لك راس العام راهو كيف راس العام ما عطيتناش بالارقام فيما يخص الكميات. بالنسبه للانتاج موجود عندنا ما يقارب 12500 طن بالنسبه للدجاج، تكفي بالكفايه. تزويد 100% موجود. تطلب طرناط يعطوك طرناط، تطلب اثنين يعطوك، ما ثماش كل الاحتكار وكل ما ثماش، مش موجوده. خاطر الانتاج موجود، انتاج موجود عندنا تو الدجاج، انتاج موجود وعندنا فايض حتى في الانتاج. كي الانتاج موجود وفما فايض من الانتاج، مش حسب ما نعرفه معناه السوم يطيح شويه؟ شنو يطيح شويه؟ اذا كان يطيح شويه، اذا كان الواحد، اذا كان هو فلاح باش يبيع لك بالخساره، راهو يبيع لك شهر رضايا والشهر داخل بالخساره وبعد يضمحل، راه ما عادش تلقاه، ما عادش تلقاه. اذا كان تو كيما تاجر تفصيل اللي كان يبيع لك بالخساره، ما منين باش يجي يعاود لك البرنامج خدمته؟ تو تاجر شو اسمه الفلاح اذا كان يبيع بالخساره الشهر هذا والجمعه ذي والجمعه الجايه والجمعه، ثم واحد يخدم بالخساره؟ مش معقوله. فهمتني؟ مش على الرخص، الرخص الرخص يرخص تو بطبيعه الحال يرخص. تو قلت لك مربوطه بالعرض والطلب. اما راهو حتى 9500 راه معقوله ومنطقيه، راه منطقي، من غير ما نشعبوا الامور ونقولوا هاي. وهيك شفتي انت الجمعه اللي فاتت، الجمعه اللي فاتت كيفاش عملوا بادره، عملوها ثم شركه عملت بادره باهيه، هي المنتجه المستهلك، عملوها في المناطق النائيه، وما نعرفش مشيت وانت صورت وشفتوا، وصل حتى 7300 دجاج في نقاه في البادره اللي عملوها. وهذا كان اللي صاير ان شاء الله مثلا كان الخير. كي نحكيو على الكميات والتحذيرات من ناحيتكم انتم ومن ناحيه ايضا وزاره التجاره التونسيه، نحكيو على تقريبا 3 شهور تفصلنا على الاحتفال بشهر رمضان المعظم. كي نقولوا رمضان في بلادنا نقولوا البريك، نقولوا الطاجين، نقولوا استهلاك البيض والدجاج والسكالوب. شنو حضرت رمضان؟ والله مازلت ما قلت لك، انا قلت لك مازلت امور ماهيش واضحه. اما بالنسبه للتحذير يمكن تجي على مستوى واحد، راه التحضير هذا تو اللي يخدم على مستوى قلت لك نورمال مور. وعندنا تو باش نحضر رمضان على الاقل 80 مليون كعب عظم، 80 مليون. هذه يتم رصدها لشهر رمضان بالذات، ثاني شهر رمضان بالذات. وبالنسبه للدجاج هاني قلت لك الدجاج بالنسبه حتى مش مازال رمضان 91 يوم، راه 91 يوم. وبالنسبه للدجاج والسكالوب موجود، ما الانتاج موجود، وماناش باش نطيحوا في خساسه في رمضان، نكونوا ديما الاشياء متوفره ان شاء الله. قلت والاسعار، الاسعار هذيك لكل حادث حديث ما نعرفش. اما الاسعار احنا بدورنا راهو في رمضان كغرفه، راهو بدورنا احنا نقوموا بمبادره، حتى هامش الربح نتاعنا نخفضوا في رمضان مناسبه شهر رمضان، شهر المعظم. هل ناويين في برنامجكم ان شاء الله لتحذيرات الكميات المناسبه يعني لشهر رمضان انه تعاودوا تنظموا نقاط اخرى من المنتج الى المستهلك في شهر رمضان؟ والله يا حبذا انا ماك تعرف انا ما عنديش دخل فيها الموضوع هذا. يا حبذا انا قلت لك باركت ورغم تخدم ضدنا احنا هذه المنتج المستهلك وباركت، لكن ان شاء الله يعملوها، ان شاء الله يعملوها، ان شاء الله يعودوها، ان
شاء الله هم راه مستعدين، راه ثم شركات فيهم ناس وطنيين راه اللي كنا قبلنا نهاجموا فيهم. كنا انا واحد من الناس هاجمتهم وقلت معتكرين وقلت فيهم وفيهم وفيهم. ظهروا لوطنيتهم، وكما قال لي مرة فات سي محمد قال لي قلبت الفيس، ما قلبتش الفيس، هذاك الواقع اللي شفته انا راه، هذاك الواقع اللي شفته. طالما انه الاسعار شاعل فيها النار، طالما انه المواطن التونسي اليوم مش خالط، ما نشكروا حتى حد وما نقولوا على حتى حد وطني الا ما يتم انه السوق يرجع الى النسق العادي والاسعار ترجع مريقله. احنا نشكروا، ما فيش نشكروا، انا واحد من الناس ما نخاف من حد، انا لا ورايا حزب، لا عندي سياسه، لا نعمل سياسه، لا نعمل حتى ما عندي برنامج هذا. انا قلت لك مع استمراريه الدوله. انا نشكر ونشكر ونشكر على كل انسان قام مجهود للبلاد هذه وللناس هذه، نشكره ويعطيه الصحه ومشكور. وقتاش انا نجي ضده ونقول راهو هذا انسان غير صالح وغير وطني وغير وطني وغير صالح للبلاد وغير كذا، وقت اللي يعمل حاجات الاحتكار ولا يعمل كذا ولا يعمل المشاكل هذه. انا هذا كطبعي ما نجمش نقول انسان عمل حاجه ونقول له ما نشكرهش، نشكره ونزيد نشكره ونزيد نحييه تحيه. فما بعيدا عن الشكر والتحيات وما الى ذلك، فماش كميات متوفره من الديك الرومي؟ كما نعرفوا فما برشا يحتفلوا بالديك الرومي ليله راس السنه الميلاديه. ما عادش قلت لك ما عادش انت محلف، ما عادش ديك تدركوا باش تشري واحد تو ديك رومي بقداش باش تشري؟ ديك رومي باش يتكلف لك 60 70 الف. برا شنو؟ مالك قداش كيلو؟ قداه الكيلو نتاعك؟ 9500. ايه 10 كيلو بقداش؟ اقل واحد فيه 9 كيلو 8 كيلو 10 كيلو ها 95 الف. انا هاني قلت لك 70 الف. انا شنو الديك الرومي؟ مش احتفال بديك، ليس في متناول المواطن، مش حتى في اللي لباس عليه ما نجمش يا خمي، حتى اللي لباس عليه ما نجمش يشريه في السوما. طيب مش مواطن برك يا انا عندي دجاج، انا موجود دجاج يعمل دجاج، انا دجاج موجود وهنا هي دخل دجاج شنو اللي فيها؟ هاني رخيص الدجاج تو 7500 حتى 8190 اسوا في متناول الجميع، ما ثم حتى شك ولا اختلاف. مش كما الفترة اللي فاتت وصلنا حتى 12 دينار وصلنا اسكالوب 20 دينار وصلنا كذا، الحمد لله رب العالمين اللي رجعت المياه المجاريه ورجع رجعنا للنسق العادي، ما عندنا حتى مشكلة تو بقدرة ربي السلام عليم. أما تبقى إن شاء الله تو نتحركوا رمضان نشوفوا كيفاش بنعملوا المخزون نتاعنا كيفاش باش يكون المخزون، وبالنسبه للمخزون العظم خاصه العظم هذيك اللي تخوف، هذيك اللي تخوف. اذا كان ما نعملوش تو مخزون، والمخزون باش نعملوه اذا بسير انا ماذا بيا مش يعملوه، خاطر كي عام الاول صارت فيه حاجه هكا دور مش باهيه، حاجه مش باهيه. علاش؟ وقت اللي عملوا مخزون عملوه من هذاك العظم كل بتاع الفتوح هذاك اللي ما يتباعش، عظمه صغيره اقل من 30 جرام و 35 جرام. احنا اذا كان باش يعملوا مخزون يلزم الوزاره تشرط عليهم، يلزم يكون البلاطو ما يوزن اقل ما يكونش اقل من كيلو 800، ويلزم العظمه ما تكونش اقل من 60 جرام. اذا كان هبطت 60 جرام راهي تسمى غالية بالأسوام هذه. بالحق احنا مانيش مختصين في المجال هذا، لكن نشوفه في صدى المواطن اللي أكد يقول لك زادوا في سعر العظم، لكن نحب نفهم كيفاش نقص حجم العظمة، العظم صغير قاعد يتباع. العظم صغيرة وذيك قلت لك فتوح، وثانيا مردود العلفة راهي أنت دور راهي العلفة راهي. العلفة إذا كانت تنقص من بعض حاجات بروتينيات وكذا ومنها ومنها، إذا كانت تنقص راهي العظمة حتى الدجاجة باش تبيض لك كل يوم. ما تولي تبيض نهار بعد نهار، ما عادش تبيض لك كل يوم. وكما صار لنا في الصيف هكا السخانه اللي صارت، وعلاش الانتاج نقص والدنيا نقص والبرمجه نقصوا فيها وكذا، علاش؟ على خاطر العلفه ما عندهاش مفعول، والنمو نتاع الدجاجه ما يكبرش، باش يبقى فلوس يبقى صغير. هذاك اللي صار، هذا اللي صاير. اما سال لهم تو يفطنوا العمليه هذه باش يعملوا، يشرطوا عليهم باش يعملوا مخزون تاع العظم، ما يكونش اقل العظمه من 60 جرام، وما يكونش اقل البلاطو من كيلو 800، باش يكون المواطن في اريحيه ويكون التاجر في اريحيه. عم ابراهيم، انا ندور ونرجع الى بيت الداء اللي هي العلفه نتاع الدجاج. فسر لنا انت علاش ما نجموش ننتجوها؟ قلت لي المواد الاوليه نتاعها نستوردوا فيها من برا، قبل كي كان الدجاج رخيص في بلادنا في السنوات الماضيه كيفاش كنا نعملوا مع العلفه؟
انا ما نعرفش ما نعرفش انا باش نحكي لك على حاجه ما نعرفهاش. احنا طلبنا من الوزاره النائمه باش يعطونا توضيحات ونقعدوا مع بعضنا ونحكيوا. قلت لك لا جواب ولا حاجه ما نعرفش. يا وزاره نائمه، يا وزاره الفلاحه نسميوها بالاسم، فيق شويه للعلفه نتاع الدجاج راهو سبب ارتفاع الاسعار في علفه الدجاج. انا بارك بارك الله فيك النداء هذا، اما ما نقولش انا قلت لك وزاره نائمه ما نسميهاش بالاسم انا راه. واذا كان ما نسمي انا ما نسميهمش ما نسميهمش اللي كان عملوا حاجه باهيه، راني قلت لك يعطيهم الصحه ومشكورين ونزيدوا هاني قلت لك وقت اللي المجمع ان المجمع المده هذيا وقت اللي خرج البيان تاع خرج المنشور تاع التكلفه تاع الدجاج تاع العظم تاع العظم وتاع الدجاج يعطيه الصحه مشكور خدم خدمه وديما طالبينها طالبينها في جلسه عمل طالبين كل جلسه عمل ماذا بينا نقعدوا مع بعضنا نحكيو. احنا انا طلبت وريت لك اوراق بعثت مراسلات الى رئيس الغرفه تاع المذابح اجا قلت له نقعدوا في طاوله نحكيو ثم حاجات لازمنا نفسروها لازمنا الرومانه نفرقوها وثم حاجات وثم بعثنا لوزاره التذكير ثاني عندنا فصل في كره الشروط فصل 12 من كره الشروط ما باش ننقحوه لازمنا ننقحوه في القريب العاجل. هاني زدت بعث لهم تذكير وهنا بعثنا نم المراسلات نبعثوا ديما نبعثوا وان شاء الله يكونوا على في حسن الظن ان شاء الله ان شاء الله يجاوبونا ان شاء الله يجاوبونا نلقوا جواب مقنع. رغم وزاره التجاره كلموني راه على الموضوع على التلقيح كره قال باش نبرمجوا قبل راس العام وان شاء الله ومازال ما رجعوليش مازال ما رجعوليش وان شاء الله يكملوا نقحوا في الفصل هذاك ونكونوا ان شاء الله نستعدوا لشهر رمضان تو خلينا الى جانب العلفه فماش عامل اخر يساهم في ارتفاع الاسعار؟ العوامل الكل تساهم العوامل الكل. انت شوف فاتوره الضوء انت شوف فاتوره الضوء انت شوف السياق انت السياق راهو شيء مهور راهو شيء مهور راهو شيء راهو ارتفاع الاسعار تو كي تجي الحانوت كيما هكا وتجي فاتوره نتاع ضوء فيها الزملاي باش يسلم على المواطن يقول له يعطيك الصحة جاتني فاتورة ما بتزيد في الأسعار نتاعها. توا نداءنا للدولة الضوء الترونسبور زيادة المحروقات المتكررة هذيا راهي تؤدي إلى زيادة الأسعار. أنا نقول لك حاجة واحدة اللي كان يشوفونا موضوع الشاك وكهو بس الترونسبور المحروقات وخلينا أعطينا الشاك برك يعملوا أسعار تفاضلية وإحنا رانا نخلصوا دوبل تجار التفصيل خلصوا في خلصوا اكثر من السلك الروسري اكثر من السلك خلصوا دوبل وثقلوا على المواطن فيما بعد. طبيعي باش يثقل على المواطن شيء طبيعي يثقل على المواطن. انا المره اللي فاتت وقت صارت سرقه هنا في الحوانت هنا وكلمنا سي محمد بدا كلم قال له راهي السرقه هذه راهي تاثر على المستهلك راهو ماذا ما سرقوا له هذا واحد باش يزيدوا بطبيعه الحال في الاسواق نتاعه وطلع في الاسواق نتاعه هذه تاثر.